هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. ونذكركم بالتوقيت الأفضل مرجام لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويس. تهانينا والناموس تبانك ومضمر هذا الشعار على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي قدمه مرجام في أحد الأشواط الأولية. شوطنا الثامن الذي انطلق هذه اللحظات، ولكن بعد هذا الشوط تبدأ معركة أبناء القبائل، تبدأ معركة أبناء القبائل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. المركز الأول متعب في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك سعيد بن عبيد الحميري محيط أتى ثاني المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم أحد شبابنا محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز الثالث معاند لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة. وفي المركز الرابع اليذاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية. وفي المركز الخامس هناك من الجانب الآخر شاهين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي بن واس نجتبي. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس ايضا هنا الواش لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم محير بن سيف بن نايع بن واش تابع المراكز شمردل. سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم محير بن سيف بن نايع بن واش. وفي المركز الثامن لا وجود مركز لثامن المراكز، سبعه بس، سبعة مراكز ما شاء الله تبارك الرحمن اللي انطلقن انتظرونا عقب هذا الشوط، انتظرونا بعد هذا الشوط. عودة من جديد إلى المركز الأول إلى المنفرد عن بقية المراكز. الله 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 الله، يا سلام يا متعب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وهنا يأتينا مهيض لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز الثالث معاند لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك محمد بن عبد الله بالدبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود من جديد دائما معاكم مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. متعب لازال يسيطر على المركز الأول وصامد ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري محيض. يأتي ثانيا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. وثالثا معاند لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ايضا هناك محمد بن عبد الله بالدبيلة. وفي المركز الرابع بعيد عنا ولكن الله شوف التميز، شوف التألق يا 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 الحميري يا الحميري ما شاء الله مع النقطة الثالثة.
اللي يسيطر عليه هذا الشعار ما شاء الله متعب وكسيبرة. وهنا يأتينا أيضا متعب 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 هذه السلالة الفاخرة، هذه السلالة المميزة، الميتين المتر الأخيرة اللي يفصلنا عن خط النهاية. ولكن الإحصاء ما أشوفه، ما أشوف إحصاته بطانه، أظني من الصوب الثاني ما يبقى الأوامر، ما يبقى إلا باللي بيسمع صوته بس، أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس. السلام ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي لحظة صورة خط النهاية، معلن الفوز والناموس، تهانينا والناموس يسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. شكرا الحميري. المركز الثاني ايها الاخوه متابعينا هذا الاعزاء، لاخونا اكثر نقول دخول جماعي ولكن يتكفل به الهاشمي، تهانينا والناموس. الدقائق التوقيت الزمني بنقول وفان و62 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس.